Monsieur Hamani, président du comité d'éthique, au sein de Sonatrach. Code d'éthique de Sonatrach est... هذه المدونة هي نتيجة التفكير الجماعي في القيم والمبادئ التي يجب أن توجه سلوكنا وتلهم قراراتنا من أجل تعزيز رأس مال الثقة مع كل الأطراف المعنية الداخلية والخارجية. يتم التعبير عن أخلاقياتنا أولاً وقبل كل شيء في التزامنا بالقيام بجميع أنشطتنا بنزاهة وشفافية واستقامة وتميز. دوينا اليوم تم الإمضاء عليها، راح يكون فيها حملة توعية وتكوين للعمال حول المواضيع الحساسة كما مكافحة الفساد وحتى المسؤولية الأخلاقية الاجتماعية للشركة تجاه الأطراف الفاعلة الخارجية.